على آله وصحبه ومن والاه. اهلا وسهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي مع درس جديد من دروس اللغه العربيه باذن الله تعالى. موعدنا اليوم مع الدرس الاخير في دروس النحو، وهو درس بعنوان اسم التفضيل. ينبغي ان تعرف اوزان اسم التفضيل، كيف نشتق اسم التفضيل من الثلاثي، وما شروط اشتقاقه، وما هي الشروط التي يجب ان تتوافر في الفعل حتى نتمكن من ان نشتق منه اسم التفضيل، وتدرك مدى اهميه وعظمه وجمال اللغه العربيه، وكيف تستخدم قواعدها، وكيف تفهم من خلالها القران الكريم. بالنسبة لاسم التفضيل، أول ما نريد أن نعرفه التعريف، تعريف اسم التفضيل. لكن قبل أن نتناول التعريف عليك أن تقرأ هذه الجمل أولا عزيزي التلميذ. يقول: الفهد أسرع من الأسد، والفيل أضخم من الجمل، وكمال أطيب من سعيد. لو لاحظت ستجد أن هناك اسما للتفضيل وهو أسرع وأضخم وأطيب، وهي الكلمات الملونة باللون الأحمر. قبل هذه الكلمة هناك كلمة وبعدها كلمة. إذا الكلمة الأولى الفهد، أي الاسمين مفضل وأيهما مفضل عليه؟ الفهد والأسد. ستجد أن الفهد هو أكثر سرعة من الأسد، إذا فالفهد سيكون مفضلا والأسد سيكون مفضلا عليه. كذلك الفيل أضخم من الزرافة مثلا، الفيل والزرافة، إذا فلدي اسمان أو حيوانان، الفيل والزرافة. الفيل أضخم فهو أكبر وأضخم من الزرافة. كمال أطيب من سعيد، كمال وسعيد، فكمال هو المفضل وسعيد هو المفضل عليه. إذا من خلال هذه الأمثلة اتضح لنا أن اسم التفضيل هو اسم يدل على أن شخصين أو شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. التعريف مرة أخرى، اسم التفضيل هو اسم ليس فعل، هو اسم وليس فعل، اسم يدل على أن شخصين أو شيئين، شخصين كما قلنا كمال وسعيد مثلا، أو شيئين الطائرة والقطار. فلو قلت الطائرة أسرع من القطار لكان هذا شيئين. اسم يدل على أن شخصين أو شيئين اشتركا هما الاثنان في صفة واحدة، اشتركا في صفة السرعة مثلا، أو الذكاء، أو الطيبة، أو الجمال، أو إلى آخره. اسم يدل على أن شيئين أو شخصين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، زاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، فزاد الفهد في السرعة على الأسد، وزاد الفيل في الضخامة عن الجمل، وزاد كمال في الطيبة عن سعيد. إذا اسم التفضيل هو اسم يدل على أن شيئين اشتركا في أمر واحد، إلا أن أحدهما زاد على الآخر في هذا الأمر، ويكون على وزن أفعل. أمثلة أخرى على اسم التفضيل: العلم أنفع من المال، فالعلم نافع والمال نافع، فاشترك هما الاثنان في النفع، ولكن فضلنا العلم على المال، فأصبح العلم هو المفضل والمال هو المفضل عليه وأنفع، هي اسم التفضيل. كذلك الشمس أكبر من الأرض، الشمس مفضل والأرض مفضل عليه وأكبر، اسم التفضيل. السكوت أفضل من الكلام، فأفضل اسم تفضيل. شاهدت امرأة أجمل من القمر، أيضا أجمل اسم تفضيل، وفضلت المرأة على القمر من حيث الجمال. شروط صياغة اسم التفضيل: يصاغ اسم التفضيل من الفعل المتوفر فيه الشروط التالية. إذا لابد وأن تتوفر هذه الشروط
حتى نستطيع أن نأتي باسم التفضيل من الفعل بطريقة مباشرة يا أستاذ محمد. بطريقة مباشرة. إذن فهناك تفضيل يكون بطريقة مباشرة أي طريقة سهلة جدا، وهناك تفضيل يأتي بصعوبة وهي الطريقة غير المباشرة، وهناك كلمات لا يأتي منها تفضيل إطلاقا، وكذلك أيضا لا يأتي منها التعجب، لأبنائنا الطلاب أن يعرفوا أن التعجب والتفضيل متماثلان في هذه النقطة. أن يكون الفعل ثلاثيا ولا يصاغ من الفعل الرباعي أو الخماسي، ثلاثي مثل كرم، كاف، راء، ميم، ثلاثة أحرف، فيأتي الوزن منها على اسم التفضيل على وزن أفعل مباشرة، تكون أكرم على وزن أفعل. وأن يكون الفعل مبنيا للمعلوم ولا يصاغ من الفعل المبني للمجهول. ذكرنا أستاذ أحمد الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول في اشتقاق اسم المفعول، فقلنا أن اسم المفعول لا يشتق إلا من الفعل المبني للمجهول، وقلنا بناء الفعل من المعلوم لمجهول كتب تبقى كتيب، يبقى في الفعل الماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، والفعل المضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، وإذا كان ثلاثيا معتل الوسط كسر ما قبل الآخر. وأن يكون الفعل تاما ولا يصاغ من الأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة زي كان وأخواتها، لما كنا بنعربها واحنا صغيرين في ستة ابتدائي كنا نقول كان فعل ماضي ناسخ ناقص، ناقص لأنها تحتاج إلى اسمها وخبرها حتى تتم معناها. أن يكون الفعل متصرفا ولا يصاغ من الفعل الجامد، هنا لا يصاغ إطلاقا، إطلاقا لا يأتي من الفعل الجامد، ليس مثل الفعل ليس، فهو لا يصاغ منه اسم التفضيل ليس وعسى وبئس وهكذا. الخامس أن يكون الفعل مثبتا، أيضا سنقول ولا يصاغ من الفعل المنفي أي لا يصاغ بطريقة مباشرة، لأننا سنتحدث بعد قليل عن صياغة اسم التفضيل من الفعل المنفي، نقول هنا لا يصاغ أي لا يصاغ بطريقة مباشرة مثل ما فضل فعل منفي. الشرط السادس أن لا تكون الصفة منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء: أحمر حمراء، أخضر خضراء، أزرق زرقاء، هذا لا يصاغ منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة، ولكنه يصاغ منه اسم التفضيل بطريقة غير مباشرة. أيضا أستاذ أحمد خدنا الأفعال اللي على وزن أفعل مؤنثة فعلاء في الممنوع من الصرف في الصفات الممنوعة من الصرف، وقلنا انها من شروط الكلمات التي الصفات التي لا التي تمنع من الصرف ان يكون الوزن الفعل على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء، مثل احمر حمراء، اخضر خضراء، اصفر صفراء، ابيض بيضاء، اسود سوداء، أنت وهكذا. تذكرنا أستاذ محمد دائما بدروس النحو الماضية، وهذا طبعا مطلوب دائما لأن النحو كله مترتب على بعضه ما البعض. كنا في بداية الحصة لابد وأن تدرك النحو على أنه جملة واحدة متكامل مترابط مع بعض، في أنه مادة حياة مرتبط مع بعضه البعض لا ينفصل عن بعضه أبدا. أن يكون الفعل قابلا للتفاوت أو التفاضل مثل مات، فما ينفعش إن احنا نقول فلان أموت من فلان فالموت كله واحد، تعادات الأسباب والموت واحد، فما ينفعش اقول فلان اموت من فلان، فلان اهلك من فلان، فلان اعرج من فلان، فالعرج والحول والبرص والعمى والصم كله واحد، كل هذه العيوب او الوفاة كلها واحد، فلا يمكن التفاضل بينها. كيف يصاغ اسم التفضيل إن لم يستوفي الشروط السابقة؟ هذا ما ذكرناه منذ قليل، إذا لم يستوفي الفعل الشروط السابقة فيصاغ منه اسم التفضيل بالمصدر المنصوب بعد اسم التفضيل بعد أن آتي بفعل مساعد مستوفي للشروط من الكلمات أشد وأكثر وأكبر وأعظم وأحق وأولى، يعني كلمات استوفت الشروط فصلحت أن تكون اسم تفضيل. تعرب هذه المصادر تمييزا منصوبا
انظر، نقول لك تمييزا منصوبا، التمييز درسته في الصف الثاني الإعدادي، كله مادة حياة، النحو كله في إناء واحد. يقول علي أكثر تسامحا من أخيه. طبعا الفعل هنا يا أستاذ محمد فعله تسامح، تسامح، وتسامح هذا فعل خماسي، فعل خماسي. فحضرتك قلت لنا في الشروط أن يكون الفعل ثلاثيا، وهنا جئنا باسم التفضيل لكن لم يأتي بطريقة مباشرة، فلم أقل الأسمح مثلا، سمح الأسمح، لا، قلت تسامح. نأتي بفعل مساعد مستوفي للشروط وهو الفعل كثرة، فقلت علي أكثر، وكلمة تسامح اللي هي الفعل الخماسي حولناه إلى مصدر صريح منصوب ليعرب تمييزا. إذا كلمة تسامح ليست هي اسم التفضيل يا أستاذ أحمد؟ لا، أكثر هو اسم التفضيل. قلنا أن اسم التفضيل لا يأتي إلا على وزن أفعل فقط، وما جاء بعد اسم التفضيل كلمة نكرة على كلمة على وزن أفعل، لا اسم التفضيل جاء بعدها كلمة نكرة تعرب تمييز منصوب بالفتحة كما تفضل أستاذ أحمد. رشيد أشد تحملا للمصاعب من هشام. رشيد اسم ولد وهشام اسم ولد، والاثنان تحملا للمصاعب، فنأتي تحملا، تحملا أصله حملا ولكنه مزيد بالتاء والتضعيف، فأصبح هنا الفعل خماسي ليس ثلاثيا، فنقول أشد تحملا، لا يمكن أن نقول أحمل، يكون أشد تحملا، وتحملا طبعا تعرب تمييز منصوب بالفتح. أما اسم التفضيل من غير القياسي فقد وردت كلمات في اللغة العربية وهي ثلاث كلمات فقط، هي خير وشر وحب، اللي هي يعني أحب وأشر وأخير، لكن لا تذكر الألف فيها، ولكنها وردت في بعض الأحاديث بالهمزة فقالوا أحب. فهذه الكلمات خير وشر وحب، أقول أنت حب إنسان إلى قلبي، ويجوز أحب. وقال تعالى على لسان إبليس متفضلا على آدم أنا خير منه، خير يعني أخير منه، أكثر خيرية منه، وأنتم شر مكانا، وشر الناس أكثرهم إساءة لغيرهم. فالكلمات إذا وأنت تبحث في الامتحان وقال لك هات اسم تفضيل، ابحث عن كلمة على وزن أفعل، اسم على وزن أفعل وهو للمذكر، فإن لم تجد فابحث عن كلمة على وزن فعلى وهي للمؤنث، فابحث عن كلمة على وزن فعلى مثل صغرى أو كبرى أو عظمى، إن لم تجد فابحث في المرحلة الأخيرة عن هذه الكلمات الشاذة التي تحفظ فقط ولا يقاس عليها، وهي كلمات حب وخير وشر، لكن نكرات، نكرة ليست معرفة. لا تقل الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي. فهل يا أستاذ محمد كلمة الخير هنا تكون اسم تفضيل؟ لا تكون اسم تفضيل، ولكن اسم التفضيل جاءت في جملتين، في جملة واحدة في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمان للتفضيل في جملة واحدة، فالمؤمن القوي قارن النبي صلى الله عليه وسلم أو فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف،
في أن المؤمن القوي خير، ومن حيث حب الله قال المؤمن القوي أحب، فجاء بخير وأحب، كلمة على وزن أفعل وكلمة على غير القياس في حديث شريف. أكمل الحديث يا أستاذ محمد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذه الكلمة الأخيرة ليست اسم تفضيل. ليست اسم تفضيل، وفي كل خير، فهو يجمع بينهما في أنهما اشترك ولا تفاوت بينهما. أما اسم التفضيل فلا يأتي إلا إذا كان هناك تفاوت بين الشخصين. ملاحظات: يجوز لنا أن نأتي باسم التفضيل المساعد للفعل المطابق للشروط، مثل ما أتينا به الغير المطابق للشروط، فنقول محمد أكرم من طارق، أو نقول محمد أشد كرما من طارق. هذا يجوز وهذا يجوز، ولكن الأفضل إذا كان مطابق للشروط، مطابق للشروط، ثلاثي تام متصرف مبني للمعلوم قابل للتفاوت وليس جامدا، فنأتي منه مباشرة على وزن أفعل أو أكرم، وقد نأتي معه اسم مساعدا ويأتي الكلمة التي نريد أن نفضل منها تأتي تمييز. مؤنث أفعل هو فعلى، والمؤنث منه اسم تفضيل أيضا، مثل أفضل تكون فضلة، وأكبر كبرى، وأصغر صغرى، وأعظم عظمى، وأعلى عليا، وأدنى دنيا. ونأكد على كلمة دنيا، فهي كلمة تأتي كثيرا وترد كثيرا في الامتحان، وكنا قد سألنا من قبل في مواضع كثيرة في النصوص تأتي كلمة دنيا، ونقول أن جمعها دنيات، ولكن مذكرها أدنى، وأدنى على وزن أفعل. فإذا كنا مثلا السيد الفاضل مدير المدرسة، السيد الفاضل مدير المدرسة، فالسيدة الفضلة مديرة المدرسة، والسادة الأفاضل معلم المدرسة، والسيدات الفضليات معلمات المدرسة. فقد يأتي اسم التفضيل لأنه من المشتقات، وكما قلنا أن المشتقات تأتي منها المفرد والمثنى والجمع، وتلحق بها تاء التأنيس والضمائر كلها. جمع أفعل هو أفاعل، كما قال الأستاذ محمد أكبر أكابر، فقد يأتي في الامتحان الكلمة تأتي أكابر وليس أكبر، خذها واستخرجها، فكلمة أكابر ستقول إنها اسم تفضيل. أعظم وأعاظم، أما جمع فعلى فهو فعليات، وهو ما أشار إليه الأستاذ محمد، وقال فضلة فضليات، وكبرى كبريات. فالأستاذ محمد قال أن مدير المدرسة مذكر، فتقول له السيد الفاضل، ولكن الفاضل ليست اسم تفضيل. نعم، إذا أقول السيد الأفضل، الأفضل، فالأفضل اسم تفضيل المذكر. إذا كانت مديرة المدرسة ليست رجلا وإنما هي أنثى، فأقول السيدة الفضلة. إذا ما الفرق يا أستاذ محمد بين السيد الفاضل والمرأة الفاضلة؟ كلمة الفاضلة هي كلمة نستخدمها خطأ، وإنما يجب أن نقول أن المرأة الفضلة، هي اسم فعل، لكن يجب أن نقول المرأة الفضلة أو السيدة الفضلة وليست الفاضل. نعم، فاسم الفاعل الفاضل أو الفاضلة هو اسم فاعل، وطبعا درسناه في الدرس الأول، اسم الفاعل واسم المفعول. إذن ففضلة جمعها فضليات، وكبرى جمعها كبريات، وقد يحذف حرف الجر من والمفضل عليه إن وجد دليل. قال تعالى والآخرة خير، الآخرة خير فقط، أين المفضل عليه؟ أي الآخرة خير من الدنيا، وهذا طبعا واضح من سياق الكلام، والآخرة خير وأبقى. فخير اسم تفضيل
من الكلمات الشاذة التي تحفظ، وأبقى اسم تفضيل من الفعل بقي. نماذج إعراب اسم التفضيل. يعرب اسم التفضيل طبعا كما لا يخفى على أبنائنا الطلاب، يعرب اسم التفضيل نعم كسائر المشتقات، يعرب حسب الموقع في الجملة. فقد يرد فاعلا أو مفعولا أو اسم مجرور أو اسما مجرورا أو مضافا إليه أو مبتدأ أو خبر، أي شيء حسب موقعه في الجملة. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله. أعرب الجملة كاملة. إن حرف توكيد ونصب، أصدق اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وأصدق الحديث، الحديث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كتاب الله، نعم أصدق الحديث هو كتاب الله، يبقى كتاب الله كتاب خبر مرفوعة رفعية الضمة الظاهرة والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، أقول اسم الجلالة مضاف إليه. علي أفصح لهجة. علي طبعا اسم جاء في بداية الجملة، يعرب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أفصح علي ماله، الخبر بنسأل عنه بماله، خبر مرفوع علامة رفع الضمة. ولو توقفنا إلى هنا تكون الجملة تامة، علي خبر، علي مبتدأ وأفصح خبر، وفاعله ضمير مستتر، لهجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن جاء قبلها اسم على وزن أفعل. خير الناس أنفعهم للناس، هذا حديث. خير الناس، خير مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، والناس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وأنفعهم هو الخبر. من هم خير الناس؟ خير الناس أنفعهم، أنفعهم خبر مرفوع رفعية الضمة الظاهرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وللناس جر مجرور علامة جره الكسرة، اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة. إذن فخير هنا اسم التفضيل وقع مبتدأ. قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ربي منادى، وحذفت طبعا أداة النداء لقرب الله سبحانه وتعالى من سيدنا يوسف. منادى طبعا أداة النداء محذوفة، ونوعه منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوف. السجن مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. أحب السجن ماله؟ أحب خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأحب هنا هي اسم التفضيل. إلي جر مجرور. مما أصلها من ما، من حرف جر، وما اسم موصول في محل اسم مجرور. يدعونني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، يدعون، والياء طبعا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، تعود كاف هه ي تعرب مفعول به، وإليه جار ومجرور. قبل أن ننتقل إلى التدريبات، معانا الكويزز على برضو الدرس بتاع اسم المفعول، هبعت لكم اللينك دلوقتي، وبعد كده في حد من زمايلنا باعت قطعة كده عايزين نتناقش فيها، أجلتها للآخر، هنحلها مع بعض لكن بعد الكويزز. بعت لكم اللينك عليه يا شباب دلوقتي، يلا نخش عليه.
يلا نبدأ. المصريين المتطلعة عيونهم معنا كده نحو كده نحلها سريعا وبعد كده نكمل باقي التدريبات بتاعتنا. يقول لم يزل أمام المصريين المتطلعة عيونهم نحو مستقبل كله رخاء والراغبة نفوسهم في النهوض بوطنهم مصر من كبوتها الاقتصادية التي تعرضت لها على مر العصور تحديات كثيرة. فيا أيها الطلاب ليعملن كل منكم بإخلاص. لماذا؟ ليرقى وطنكم، وإني لأثق أن جهودكم لن تضيع. هذه القطعة قطعة في غاية الأهمية، وهي من الصعوبة بمكان، لأنك لابد أن تقرأ الفقرة جيداً. فلم يزل أمام المصريين تحديات. انظر إلى اسم ما زال وأين مكانه والتقديم والتأخير الذي فيه. إذن لم يزل تحديات أمام المصريين تحديات. انظر إلى مكانها، جاءت في آخر السطر الثالث. لم يزل تحديات، يبقى تحديات اسم ما زال مرفوع علامة رفعه الضم. الكلمة الثانية ليعملن. فيا أيها الطلاب ليعملن، اللام هي لام الأمر. على الفور سيقول الطالب أن هذا الفعل هو فعل مضارع مجزوم. لا، درست في الصف الثاني الإعدادي أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد فهو مبني على الفتح. طب الفعل سبق بلام الأمر فهو مجزوم، واتصل بلام الأمر فهو مبني، كيف أوفق بين الإعرابين؟ سأقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. فعل مضارع صعب، فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصل بنون التوكيد وهو في محل جزم لأنه سبق بلام الأمر، أي أنه مجزوم، لكن لن أقول مجزوم صراحة. وإني لأثق، وإني لأثق، مش لا أثق، لا لأثق، لام التوكيد، وهي لا تؤثر إعرابيا في الفعل، فيكون أثق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما لن تضيع فتضيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سبق بأداة نصب وهي لن. هذا عن الإعراب. المطلوب استخراج البدل، والبدل سهل. الراغبة نفوسهم في النهوض بوطنهم، من هذا الوطن؟ وطنهم مصر. إذن فالإجابة الصحيحة للبدل هي كلمة مصر، وهو بدل
كل من كل وهو مجرور، لكن كيف أنطق بوطنهم مصر؟ بوطنهم مصر، فمصر ممنوعة من الصرف وهي مجرورة بالفتحة، مجرورة وعلامة جرها الفتحة. أما المنادى فهو يا أيها الطلاب، هذا هو الأسلوب، فالمنادى هو أيها، المنادى أيها، وقلنا قبل ذلك إن أيها هي مبنية على الضم في محل نصب، إذن فهي نكرة مقصودة، نكرة مقصودة وهذا نوعها. أما النعت الجملة، النعت الجملة فهو في السطر الأول، المتطلعة عيونهم نحو مستقبل، صف لي هذا المستقبل. مستقبل كله رخاء، كله مبتدأ ورخاء خبر، إذن فالجملة الإسمية في محل جر، لأن مستقبل مضاف إليه، في محل جر نعت لكلمة مستقبل. أما الحال فهو الحال شبه الجملة في السطر قبل الأخير، فليعمل كل منكم بإخلاص، مش أنت بتقول فليعمل مخلصا، مخلصا حال نعم، لكن سأقول فليعمل كل منكم بإخلاص أي مخلصا، إذن فهذا نعت حال شبه جملة، هذا حال شبه جملة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة المهمة. اللغة العربية تمتاز بالجمال والخلود، فهي أكثر اللغات سحراً لأنها لغة القرآن الكريم ومنبع لمشاعر وعواطف، فكم من حاقدين حاولوا العبث بلغتنا الجميلة ليفسحوا المجال للغات الأخرى لتحتل مكانها، وما محمود فعل هؤلاء. أعرب ما تحته خط في الفكرة السابقة، فهي أكثر اللغات سحراً، كلمة سحرا جاءت منونة منصوبة بعد كلمة على وزن أفعل، نكرة منصوبة بعد كلمة على وزن أفعل تعرب تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة، ومنبع لمشاعر وعواطف، منبع لمشاعر وعواطف. كلمة عواطف هي اسم معطوف على كلمة مشاعر، اسم معطوف على كلمة مشاعر، ولكن احذر إذا طلب منك إعراب كلمة مجرورة، احذر إذا طلب منك إعراب كلمة مجرورة. فكلمة عواطف هي اسم معطوف على ما قبله مجرور وعلامة جر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنها ممنوعة من الصرف. فكم من حاقدين حاولوا العبث بلغتنا الجميلة، لغتنا طبعا نكرة، والجميل بلغتنا معرفة معرفة بالإضافة، والجميلة معرفة بالألف واللام، فكلمتان جم ورا بعض معرفتين، يبقى تترب نعت مجرور وعلامة جر الكسرة، ليفسح المجال للغات الأخرى لتحتل. لماذا لتحتل؟ اللام لام التعليل، وكنا أن أن لن كي حتى لام التعليل من أدوات نصب الفعل المضارع، يبقى تحتل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. استخرج من الفكرة السابقة اسم فاعل. اسم الفاعل طبعا واضح في كلمة حاقدين، حاقد حاقد، وفعله حقد، فعله حقد وهو فعل ثلاثي. اسم المفعول محمود، محمود، وفعله حمد، وفعله حمد. احذر أيها الطالب، لو كتبت حمد لن تحصل على الإجابة الدرجة الكاملة، لكن الفعل سيكون حمد بضم الحاء وكسر الميم. أما صيغة المبالغة فهي تمتاز بالخلود والجمال، أكثر اللغات سحراً، منبع مشاعر وعواطف، ليفسح المجال للغات اللغة العربية تمتاز. نعم، كلمة الجميلة، الجميل، جميل على وزن فعيل، فهي صيغة المبالغة. أما اسم التفضيل الذي درسناه
منذ قليل هو أكثر، فهي أكثر اللغات سحراً، أكثر على وزن أفعل، وإعرابه مبتدأ هي وأكثر خبر. اسم المكان فهو المجال والمكان، المجال والمنبع والمكان، مجال منبع مكان، كلها أسماء للمكان، وفعله نبع وجال ومكان الفعل منها. السؤال رقم جيم، أجب بما هو مطلوب بين الأقواس. أفسحت اللغة العربية المجال للغات الأخرى، ضع اسم الفاعل من أفسحت واضبط وأعد كتابة الجملة، واضبط وأعد كتابة الجملة. اللغة العربية أفسحت اللغة العربية المجال، أفسحت طبعا فاعل غير ثلاثي، نأتي بالمضارع تفسح والميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، تبقى اللغة العربية مفسحة المجال للغات الأخرى. اللغة العربية مفسحة ما قبل الآخر مكسور، المجال للغات الأخرى. اللغة العربية نقط لفهم القرآن الكريم، أكمل باسم آلة من الفعل فتح، مفتاح، مفتاح على وزن مفعال. اللغة العربية مفتاح وليس مفتاح، مفتاح لفهم القرآن الكريم. ثم هذه الفكرة ستكون واجب نراه في الغد بإذن الله تعالى. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. كان معكم الأستاذ أحمد صلاح، رئيس قسم اللغة العربية بمدارس المنصورة.